بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. حبيباتي متتبعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى كلكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم فيديو مغاير تماما، راح ندير لكم واش راني مخبية في المجمد تاعي. أكيد مش باللي لو وضحاه راح نتجمدو، راح نتخبي ولا عولال الشتا إن شاء الله. أنا شحال وانا نخبي ماشي في بالي، لا نهار حاجه نجيبها نقسمها وحاجه ناكلها وحاجه نخليها نروح على بركه الله. واش عندي؟ نفتح النجم تاعي هنا. واش عندي؟ انا الدجاج حبيباتي. هالدجاج هذا ما كنت شريته من نهار اللي غلا، كي كان رخيص، كي كان ب 30 ب 38 شريته، خبيته دولي كويسها. عمليك عندي كمية ما شاء الله، انت مخبيتها اكيد. ما تقولوا ليش شريتيه والغلا ورانا مقاطعة. الحبيباتي انا قلت لكم شريته من قبل، كل ما انا نروح نقضي نشري زوج، وحدة انا نلوح على البرمة وحدة نخبيها. هذا الدجاج اللي عندي حبيباتي. عندي اللحم المحيه غير فريد، كنت شريت قيس 50000 وراني قسمته على زوج كيما ورا واضح. كي نحب ندير نقسمه على زوج، ها هو باين حد وين بلاصه نحلو نقسم نص ونخبي نص، نزيد نخبي. واش عندي حبيباتي؟ عندي فول هذاك الرقيق، ها هو اللي كيدير. حبيباتي خبيته حتى هو. نديرو شويه تاع عيش، نديرو شويه تاع القرفه، نديرو شويه تاع الشي اللي كتب ربي يديرها بالخير. حبيت نشرشمو وناكلو هكي كعادي. هذا اول حاجه. عندي الكابويا، انا تاني كل ما نشري طري برج نقسمو على زوج، شي نحطو في في البرما وطريف نخبيها بلي كيما العجيز، نصر كيما العجيز يعني عجوزة. عندي زيتون 20 20، هذا ماشي ب20، هذا غير ب10000، كنت قد قصت منه درت بيه شوية تاع سعرة وصف. كل مرة واش ندير بيه؟ نروحو الجلبانة. الجلبانة حبيباتي في قلبي، كيما كنت نشري كيلو انا صرها جاي الشتا ان شاء الله من الجاي. نتمنى تستفادوا حبيباتي. هذه ثاني جلبانة، هايدي هذا صراحة صدرت تاع الجاج، ما شريت قلت لكم ماني ما شريتش، درت راكي رانا مقاطعة. شريته هذا كل كنت شريته من قبل، اخر مرة كنت شريت دجاجة ونحيت لها صدر الفخاد، استعملتهم في المولد وصدر قعد. هذا ثاني طريق تاع الصدر كيما نقدر نخبيه شويه تاع الجلبانه. عندي هنا شويه تاع كرشة، نخبي كلش ما تضحكوش على مونستو. شريت طريف كنت خبيته وقطعته وحطيته، وهاوليك هذا ندير به نهار كش نهار حمص ولا لوبيا ولا بيا اللي كتب ربي. عندي حبيباتي هنا شوية تاع السلق، ما وليك حتى هو كنت غسلته وقطرته في هذيك القطارة اللي نمسحو بها، ديك اللي نقطرو بها السلاطة حتى نشف مليح. حطيت الساشي تاع كونجيلاسيون خبيته، نجي نهار نلقاه. وهذه لوبيا، لوبيا ولا حنا نقولوا هنا زاليكو، ها هو نحب ندير به نعمة كي تعجب الخضرة برك. نحط لها شوية تاع جلبانة، شوية تاع حمص، من كلش شوية تجي بنينة ما شاء الله. هذا هما هذا واش راني حاطة في الكونجيلاتور تاعي. الفواكه ولا حاجة أخرى مانيش
مانيش مخبيه، غير شي خضروات اللي قدرت عليه، شويه تاع الدجاج، اللحم ثاني ما كانش غير شويه تاع اللحم، هذاك شويه تاع اللحم مرحيه برك. كلشي راه غالي، كل ما راناش نديرو هاك ونقتصدو ونديرو، كل ما راناش عايشين. الحمد لله على كل حال، ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدركم، ونتمنى نفيدكم. بنتي حبيبتي ما تاكليش كلش، ماشي كلشي ناكلوه، ماشي كلشي نلوحو يجيبو الزوج، ولا نروحو نقداوه نجيبوه نلوحو للبرمة. لازمك تكوني مقتصدة، حاجة تاكليها، حاجة شوية تخبيها. اكيد جابلك القليل نقصي منه، جابلك الكثير نقصي منه. انا كنت مخبيه حبيبات تاع الطماطم تاع الحب، لكن مع الغلا كنت جبتهم. واش عليها، ربي يطيح البركه وينزل الرحمه في قلوب التجار وفي قلوبنا يا رب العالمين. اتمنى الفيديو فادكم لو كان بالقليل حبيبات قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.